Él. مرحبا مريم، لدي خبر صار. ما هو؟ لقد حصلت على وظيفة جديدة. أحقا ذلك؟ أجل، لقد كلمني في الحين المدير الجديد. ألف مبروك أخي، سعيدة أنا لسماع هذا الخبر السار. فلنحتفل إذن. كيف؟ دعني أفكر. حسناً، ما رأيك أن نذهب للعشاء خارج البيت؟ رائع، فلنحتفل. صباح الخير ندى. صباح الخير أخي، عيد ميلاد سعيد. شكرا. ماذا ستفعل في يوم عيد ميلادك؟ حسنا، ربما سأخرج لمشاهدة فيلم مع بعض الأصدقاء. وماذا ستفعل أيضا؟ بعد مشاهدة الفيلم نذهب لنأكل. حاول ألا تتأخر من فضلك، نحتاج أن نحتفل بعيد ميلادك مع كل العائلة. حسنا إذن، استمتع بيومك. أراك في المساء.